نعم أعزائنا طلبة، أهلا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل معكم المراجعة العامة. الآن نستكمل سؤالنا اللي توقفنا عنده، أنه الأكس تربيع يساوي 36 هي المعادلة اللي كونتها أني، ساويت مساحة الغرفة إلى مساحة السجادة اللي أوجدتها وهي 36. هذا موضوع حل المعادلة بطريقة الجذر التربيعي. لاحظ هذه قاعدة حل المعادلة بطريقة الجذر التربيعي، نكتب X يساوي موجب سالب تحت الجذر 36، هذا يؤدي إلى أنه جذر 36 هي 6، الأكس تساوي موجب سالب 6. إذن بما أنها قياسات غرفة، إذن راح نستبعد القيمة أكس السالبة، أكس سالب 6 تهمل، راح يكون طول ضلع الغرفة وهو 6 متر. هذا هو طول ضلع الغرفة اللي هو 6 متر. صحيح 6 متر لو أوجدت مساحتها أيضا راح يكون 6 تربيع ويساوين 36. هذا هو حل هذه المسألة الكلامية اللي تتكلم عن قطعة موكيت السجاد. نعم أعزائنا طلبة، أستاذ عبد الله عندك سؤال أو يعني أستاذ سماح؟ عندي الطالبة فاطمة من بابل طلبت حل السؤال الثامن صفحة 88. السؤال الثامن صفحة 88. خلي نفتح صفحة جديدة. سؤال منو ساعة عبد الله؟ الثامن. منو السؤال؟ منو طلبته؟ فاطمة من بابل. فاطمة من بابل طلبت هذا السؤال، راح ناخذ اتصال قبل لا نكتب سؤال فاطمة من بابل. نعم اتصال. الو، اهلا يا داليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دال بس سؤال على الفصل الثالث، ما اتأكد من فهمك. نعم. ما القيمة الثابتة للشيء؟ اريد الشرح عن هذا الموضوع واريد المثال ما اتأكد من فهمك. رقم 13 قيمة الثابت كي، هذا تمرين تريدين؟ تمرين؟ اي تمرين ما تأكد من السنة. نعم طلبة قبلك احد الطلبة نفس السؤال مصطفى, مصطفى من طلب هذا السؤال. نعم. راح نشرح ان شاء الله. وشنو السؤال الثاني؟ والمال ميز المقدار مربع كامل ونوعه جذر حقيقان. ميز المقدار، هل هو مربع كامل ام لا؟ ميز، حدد بالمثال او التمرين، حدد هل هو مربع كامل ام لا، واذا كان مربع كامل حلله. صار يا داليا من ديالة. عندك بعد سؤال يا داليا؟ لا شكرا لاتصالك يا داليا. طلبت سؤالين وهو قيمة الثابت كي اللي طلبه قبلها مصطفى، وإن شاء الله راح نحل هذا السؤال عن قيمة الثابت كي، موجود سؤال من ضمن الخطة. وطلبت سؤال عن المربع الكامل، حدد هل هو مربع كامل أو ليس مربع كامل، وإذا مربع كامل حلله. هيك كان المثال والتمارين اللي متعلقة به. نعم ساعة عبد الله، شنو كان سؤال فاطمة بابل؟ جد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية. عندي 9 سؤال، اكتب مجموعة الحل للمعادلة الآتية. للمعادلة نعم، شنو كان؟ 9 خط كسر، 9 على اكس تربيع، 9 على اكس تربيع ناقص اكس ناقص 6 ناقص اكس ناقص 6 ناقص خط كسر 5. نعم. على اكس ناقص 3 5 على اكس ناقص 3 يساوي 1 1. نعم هذه معادلة كسرية. نعم استاذ سماح بس توضيح بسيط. نعم. الطالبة لمار ايضا طلبت بنفس المجموعة التمرين السادس. هسه استاذ سماح ان شاء الله راح يحل هذا للموضوع المضاعف المشترك. بالنسبه للسؤال الامر بس وسطين في طرفين تضربين وتكملين الحل. تفضل عيسى. نعم شكرا استاذ عبد الله. نعم اعزائنا الطلبه هذه معادله كسريه. اول خطوه اعزائنا الطلبه وهو تحليل المقدار الى ابسط صوره في البسط او في المقام. لاحظ هنا يوجد في الكسر الاول يوجد في المقام حدوديه يجب علي تحليلها. إذن احذر تكتب يساوي عزيز الطالب، لأن هذه معادلة، أما تكتب يؤدي أو تكتب خطوة جوه خطوة، لأن هذا ليس مقدار ونكتب مساواة له، هذه معادلة. أصلاً المساواة موجودة، مساواة المعادلة. إذن 9 تبقى كما هي،
المقدار الذي في الأسفل هل أحلله بطريقة المربع الكامل حدودية ثلاثية، أما تحل بطريقة المربع الكامل أو بطريقة التجربة. بما أنه شات الحد الأخير سالب، إذن هذه تحل بطريقة التجربة. الأكس تربيع ناتجة من أكس في أكس، والستة ناتجة من ثلاثة في اثنين. إشارة الوسط نعطيها للرقم الأكبر، والقوس الآخر عكس الإشارة. لو ضربنا الوسطين سالب 3x والطرفين 2x راح يكون الناتج هو سالب 1x، إذن تحليلي صحيح. الآن اتصال عيني. نعم اتصال. محمد من بغداد، أهلا يا محمد. رعايتكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا محمد؟ زين الحمد لله. تفضل، شنو سؤالك؟ سؤالي حل معادلات بالقانون العام. نعم. صفحة 83 مثال الثالث. يا صفحة؟ 83. 83 المثال الثالث. مثال ثلاثة. بعد شنو السؤال؟ هاي. تدلل يا محمد، طلبت باستخدام قانون الحل العام أو نفس قانون الدستور. تدلل صفحة 83 وهو مثال. تدلل. هلا ويا محمد. الآن أعزائنا الطلبة نستكمل هذا السؤال. ناقصاً 5 على X ناقصاً 3 ويساوي 1. هنا لدي المقامات، يجب التخلص من المقامات في المعادلات الكسرية، يجب التخلص من المقامات لكي سهولة تبسيطها ومن ثم حلها. أنا لدي مقام X ناقص 3 و X زاد 2، ولدي مقام هو X ناقصاً 3. X ناقصاً 3. هنا نضرب في المضاعف المشترك الأصغر وهو رمز LCM. LCM وهو العوامل المتشابهة والغير المتشابهة بأكبر أكس. بأكبر أس لدي X ناقص 3، هذا X ناقص 3، ولدي الغير متشابهة وهي X زائد 2. هذا هو المضاعف المشترك الأصغر. سوف أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر. الأكس ناقص 3 في أكس زائد 2 لو ضربتها في المقدار الأول ماذا يتبقى؟ يتبقى فقط التسعة. LCM عزائنا الطلبة نضربها في المقدار الأول وفي المقدار الثاني وفي الطرف، نضرب جميع الأطراف في المضاعف المشترك الأصغر. إذن لو ضربت القوسين، هذا هو المضاعف في الحد الأول، لاختصرنا الأكس ناقص 3 وأكس زائد 2 مع الأكس ناقص 3 والأكس زائد 2 راح يتبقى فقط التسعة. زين لو ضربنا LCM أكس ناقص 3 في أكس زائد 2 في الحد الثاني اللي هو الخمسة على أكس ناقص 3، راح يختصر الأكس ناقص 3 مع الأكس ناقص 3 وراح يتبقى فقط 5 في أكس زائد 2، هذا أكس زائد 2. لو ضربت العامل المشترك في واحد في الطرف الآخر، الأكس زائد ناقص 3 وأكس زائد 2 راح أضربه في واحد، هو يتبقى نفسهم القوسين اللي هما الأكس ناقص 3 في الأكس زائد 2. هذا هو، تخلصت من المضاعف، تخلصت من المقامات الموجودة باستخدام المضاعف المشترك. إذن التسعة تبقى كما هي، ندخل الخمسة على القوس مع السالب لا تنساها، سالب 5 في X سالب 5X سالب 5 في 2 سالب في الموجب سالب 5 في 2 10 ويساوي هنا X ناقص 3 في X زائد 2، طبعا هو نفسه ناتج التحليل الذي في البداية، يعني لو أستخدم التوزيع X في X تربيع راح نسويها، X في X هو X تربيع الأول في الأول، الأول في الثاني 2X، الثاني في الأول سالب 3X، الثاني في الثاني وهو سالب 6. إذن 9 ناقصا 5 راح يكون لدي، لا يعني التسعة ويا العشرة، 9 ناقصا 5 راح يكون لدي ناقص 10،
نعم ناقصا 10 يكون لدي سالب 1 سالب 5 اكس ويساوي. هنا يوجد حدود جبريه متشابهه، يكون الاكس تربيع ناقصا الاكس موجب 2 اكس ناقص 3 اكس ناقصا اكس ناقصا 6. طبعا حتى تتاكد هو نفسه كان قبل التحليل، هو نفسه اللي كان قبل التحليل رجعنا ضربناهم، راح شنو نصفر المعادله، نصفر هذه المعادله. خلينا ناخذ اتصال. نعم. استاذ خلينا ناخذ اتصال. رؤيا من كركوك. نعم اهلا يا رؤيا، تفضلي. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي رؤيا. استاذ عندي سؤال بالتعويض، صحيفة 76 مثال رابع، صفحة 76 مثال. شنو بالتعويض؟ حل معادلتين بالتعويض؟ نعم بس طبعت الكتاب قديم استاذ سامح. وهي هاي معادلات كسرية. هذا سؤال ثاني، معادلات الكسرية؟ نعم هسه داحل انا بسؤال عن المعادلات الكسرية، هذا السؤال عن نعم. المعادلات بسأل. الكسرية مثال مثال الثاني. هذا شنو السؤال الثالث طلبين؟ نعم مثال الثاني. مثال ثاني عن شنو؟ رؤية 78 81. يعني صفحة 81؟ صفحة 81 مثال الثاني. صفحة 81 مثال الثاني رادت. ما طبعتها قديمة مختلفة عن ال نعم. يا موضوع هذا رؤية، يا موضوع اللي بصفحة 81 هاي حل المعادلات التربيعية بتغيير واحد، بمتغير واحد، حل المعادلات بمتغير واحد، صار معادلات بتغيير واحد. ايا موضوع منهم هواي هم حل المعادلات بمتغير واحد. شكرا شكرا لاتصالك. احنا حلينا سؤال عن حل المعادلات كان بطريقة الفرق بين مربعين، اكو حل معادلات بطريقة الجذر التربيعي، اكو حل معادلات بطريقة التجربة، او حل معادلات بطريقة المربع الكامل، واكو حل معادلات بطريقة القانون، قانون العام، كلها هذه حل معادلات. نرجع السؤال أعزائنا الطلبة، الآن راح نصفر المعادلة، الحد اللي بـ x تربيع راح هو اللي راح أبقيه x تربيع ناقصاً x ناقصاً 6، والطرف الآخر راح أستخدم له النظير الجمعي وأجعله مع هذا الطرف، راح يكون السالب 1 راح يصير موجب 1. نعم. موجب 5x سالب 5x راح تكون زائد 5x ويساوي 0. نعم. صفرت هذه المعادله، نقلت هذه الحدود الى هذا الطرف. ليش ما نقلنا هذا؟ لان انا اريد الاكس تربيع موجب فما راح انقله الى هذا الطرف، فهذول اللي بهذا الطرف نقلتهم باستخدام النظير الجمعي وصفرت المعادله. هذا الحد بقى كما هو، بقيته اكس تربيع ناقصا اكس ناقصا 6 واستخدمت النظير الجمعي للحدود اللي بالطرف الاخر. السالب 1 اصبحت موجب 1، والسالب 5 اصبحت سالب 5 اكس اصبحت موجب 5 اكس. الان توجد حدود جبريه متشابهه وهي الاكس تربيع يبقى كما هو، لدي سالب x وموجب 5x راح يكون لدي 4x. ناخذ شات الرقم الكبير ونطرح سالب 6 زائدا 5، ناخذ شات الكبير ونطرح، يكون الناتج يساوي لنا سالب 5. اذا صفرت المعادله، اصبحت لدي ناتج حدوديه بعد التصفير. اني اشوف شنو الطريقه المناسبه لحل هذه المعادله، بطريقة الفرق بين مربعين، بطريقة التجربة، بطريقة المربع الكامل، لو بطريقة القانون العام. نعم اتصال. آية من الديوانية، أهلا يا آية. نعم استاذ، حل النظام بطريقة الخطية البيانية. بيانيا صار. بعد أي سؤال؟ صار. تدللين يا آية حل النظام بالطريقة البيانية، حل النظام بمتغيرا. العفو يا آية، شكرا لاتصالك.
طبعا حل نظام بالمعادلتين بمتغيرين يحل بثلاثة طرق، أما بطريقة البيانية أو بطريقة الحذف أو بطريقة التعويض. إذا نستكمل هذا السؤال، إذا عند نهاية المعادلات الكسرية بعض الأسئلة تحل بطريقة الفرق بين مربعين، بعض الأسئلة تحل بطريقة المربع الكامل، بعض الأسئلة تحل بطريقة التجربة، بعض الأسئلة تحل بطريقة الدستور، بطريقة القانون، أنت عليك تعرف الطريقة المناسبة. هنا الطريقة المناسبة هو أحلها بطريقة التجربة. الحد الأخير سالب، إذن هي ليست بطريقة المربع الكامل. أجرب التجربة، إن حلت بالتجربة أحلها، إن ما انحلت أحلها بطريقة القانون الدستور القانون العام. إذن هذه معادلة، هذه قوسين، الأكس تربيع ناتجة من أكس في أكس، لدي الخمسة ناتجة من خمسة في واحد. الإشارات سوف تكون مختلفة، إشارة الوسط نعطيها للرقم الأكبر، والقوس الآخر نعطيه عكس الإشارة. لو ضربنا الطرفين موجب 5X والطرفين سالب 1X ونجمعهم راح يكون الناتج هو صحيح، الحد الأوسط موجب 4X. إذا الناتج هذا الطرف بالتجربة صحيح. الآن نستخدم أما أو. أما X زائدا 5 يساوي 0، هذا يؤدي إلى أنه قيمة الأكس تساوينا سالب 5، استخدمتها باستخدام النظير الجمعي. أو الأكس ناقصا 1 يساوي 0، هذا يؤدي إلى أنه الأكس يساوي 1 بطريقة النظير الجمعي. إذن مجموعة الحل وهي السالب 5 والواحد وهو هذا حل. هذه المعادلة الكسرية. في المعادلة الكسرية في البدء أتخلص من المقامات الموجودة، بعدين أجري التحليل. أول خطوة التحليل، إن كان هناك اختصار تختصر، ولكن تختصر من نفس الكسر، ومن ثم تضرب في المضاعف المشترك. بعض الأسئلة نضرب الطرفين في الوسطين إن كانت بشكل كسر أو يساوي كسر، مثل السؤال مني اللي طلبت سؤال الثامن لمار، ممكن لمار نعم طلبت ايضا حل معادله كسريه، اما بطريقه المضاعف المشترك او بطريقه الوسطين في طرفين. متى استخدم وسطين في طرفين؟ عندما يكون كسر يساوي كسر، تستطيع تستخدم حاصل ضرب الطرفين يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين. نعم استاذ عبد الله. عفوا بس ردت اراجع وياك استاذ سمح، لان كنت ويا المتصلين. نعم اكس زائد 5 اكس سالب 1، وهنا الواحد طريقة التجربة. نعم زين استاذ سماح، هسه برايك ان ناخذ لنا سؤال، لان اذا راح نستمر للخطه ما راح نقدر نكمل خط، فاتمنى ناخذ قيمه الثابت كي اجى عليها اتصال. ايش تقول؟ نعم قيمه الثابت سؤال الخامس كي. فرع بي. يلا السؤال خامس فرع بي اللي رادوا. نعم السؤال الخامس هذا عن قيمة الثابت كي، طلبوا كواين من الطلب. نعم. بس قبل احل هذا السؤال خلينا نشوف الاتصال. منار من واسط، اهلا يا منار. اهلا بك استاذ. هلا شنو سؤالك؟ سؤالي عن المستويين المركبه والمتتابعات. عيد السؤال بلا زحمه بابا، ما سمعنا الصوت. المتباين المركبه والمتتابعات. المتباين المركبه والمتتابعات. المتباين المركبه والمتتابعات. عندك سؤال محدد لو؟ لا بصوره عامه. ان بعد. شاء الله بعد سؤال؟ عندك سؤال؟ لا سؤال. شكرا لاتصالك يا منار. قبل قليل اني حليت يا منار سؤال عن متباينة القيمة المطلقة. عندما نتخلص من متباينة القيمة المطلقة راح يرجعني الى موضوع المتباينة المركبة، وان شاء الله اكو سؤال عن المتتابعات. طبعا استاذ سماح نعم. هذا السؤال اللي راح تحله طلبه مصطفى من بغداد وداليا من ديال. خليني اكتبهم. نعم. خليني اكتبهم يبقى ذكرى لهم هذا السؤال. من الطلبة ساعة عبد الله؟ مصطفى بغداد، داليا من مصطفى ديالة. مصطفى من بغداد وداليا من ديالة. وداليا من ديالة. نعم. طلبوا هذا السؤال، جد قيمة الثابت كي التي يجعل جذري المعادلة متساويان. احنا مجهزين من ضمن الخطة. وتقريبا استاذ سماح اختار لكم اصعب ما موجود في هذا الموضوع. نعم، ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة x تربيع ناقصا k زائدا 2 في x زائدا 36 متساويين؟ من هم المتساويين؟ جذري المعادلة، جذري المعادلة متساويين لهذه المعادلة. يطلب قيمة الثابت k،
في البدء عزيزي الطالب، متى تكون قيمة، متى يكون جذري المعادلة متساويان؟ عندما يكون قيمة المميز يساوي صفر، أي دلتا يساوي صفر. المميز شنو قانونه؟ قانونه هو البي تربيع ناقص 4 أي سي يساوي صفر. قبل لا نكتب الدلتا يساوي صفر راح نشوف شنو الأي. الأي وهو معامل الأكس مع الإشارة، المعامل الأكس تربيع العفو معامله هو واحد، ما تكتب وياها الأكس تربيع، فقط المعاملات معامل الأكس تربيع هو واحد. هذا البي هو معامل الأكس، هذا الأكس ما هو معامله؟ هو كل هذا المقدار مع الإشارة، هو أكس زائد 2 مع الإشارة سالب قوس كي زائد 2. السي وهو الحد الثالث، الحد المطلق الخالي من المتغير أكس. ثبتت الأي وثبتت البي وثبتت السي لأن أحتاجهم بقانون المميز وهو البي تربيع ناقصا 4 أي سي، ثبتت هذه المعادلة. الأسئلة اللي بعد أعزائنا طلبة راح تلقي هذا هذا الطرف موجود بهذا الطرف، أنت راح تصفر المعادلة وتسترجع باستخدام النظير الجمعي عكس الإشارة. ثبتنا الأي وثبتنا البي وثبتنا السي. الآن عزيز الطالب بما أن جذري المعادلة متساويان، هذا يدل على أنه قيمة المميز اللي هو رمز دلتا يساوي صفر. هذه هي مفتاح الحل، الدلتا يساوي صفر. من هو الدلتا؟ هو رمز للمميز. المميز ما هو قانونه؟ قانونه البي تربيع ناقصا 4 أي سي، لأن باستخدام المميز كان هناك أربع حالات لتحديد نوعي الجذور، أربع حالات، واحدة من هذه الحالات يكون الجذران متساويان إذا كانت قيمة المميز يساوي صفر. فهو قال لي جذري المعادلة متساويان، هذا يدل على أنه المميز يساوي صفر، اللي هو دلتا يساوي صفر، هي المفتاح الحل. الدلتا هو قانونه بي تربيع ناقصاً 4 أي سي يساوي صفر، هذه هي مفتاح الحل لهذا السؤال. البي هذا هو البي، الأي هذا هو الأي، والسي هذا هو السي، مجرد عملية تعويض. هنا البي تربيع هذا كله بي، هذا كله بي سالب كي زائد 2 تربيع ناقصا 4 في اي، الاي هو 1، في السي وهو 36 ويساوي 0. نجري التبسيط للعمليات، السالب مع التربيع يحذف لأن سالب تربيع يكون الناتج موجب، يتبقى فقط الكي زائد 2 تربيع، السالب يهمل مع التربيع، سالب 1 في سالب 1 موجب. والآن 4 في 1 في 36 حاصل ضربهم 144، أحل هذه المعادلة أما بطريقة الفرق بين مربعين أو بطريقة الجذر التربيعي. ما هي طريقة الفرق بين المربعين؟ سوف أوضحها طريقة الفرق بين المربعين لأن أنا حالها بطريقة الجذر التربيعي. بطريقة الفرق بين المربعين هذا قوسين فرق بين المربعين وهذه المعادلة. الجذر التربيعي للحد الأول وهو كي زائد 2، هذا كي زائد 2. الجذر التربيعي للثاني وهو 12، جذر 144 12 وهذه 12، أحدهما موجب والآخر سالب. الآن أستخدم أما أو وأجد قيمة الكي، أما كي زائد 2 زائد 12 يساوي صفر، راح يكون كي زائد 14، أنقلهم إلى الطرف الآخر راح يكون كي يساوي سالب 14. راح أحلها أنا بطريقة الجذر التربيعي، هاي طريقة وهاي طريقة، كل الطريقتين صحيحة. هذه هي طريقة الفرق بين مربعين الجذر التربيعي العفو. نقلت السالب 144 إلى الطرف الآخر باستخدام النظير الجمعي، راح تكون كي زائد 2 الكل تربيع يساوي لي 144. باستخدام قاعدة الجذر التربيعي ماذا يكون؟ كي زائد 2 بدون تربيع،
زائد ناقص الجذر التربيع للـ144، جذر الـ144 هي 12 وهذه هي الزائد ناقص. الآن أستخدم أما أو، مرة أخذ مع الإشارة الزائد ومرة أخذ مع الإشارة الناقص. أيضا بطريقة الفرق بين المربعين أيضا استخدمنا طريقة أما أو، يعني بالحالتين راح تستخرج قيمتين للكي. إذن أما الكي زائد 2 راح أخذها مرة ويا الموجب 12، هذا أما كي زائد 12 زائد 2 يساوي 12، باستخدام النظير الجمعي راح يكون الكي ناقصا 2 ويساوي لي 10. 12 ناقص 2 ويساوي 10. نعم. أو وراح أخذها مع الاحتمال السالب، أو كي زائد 2 يساوي لي سالب 12، أيضا باستخدام النظير الجمعي راح يكون الكي يساوي لي سالب 12 سالب 2 ويساوي لي سالب 14. إذن القيمة الأولى للكي وهي 10، والقيمة الثانية للكي هي السالب 14. قيمة الثابت كي تثبت أي بي سي، تكتب الدلتا يساوي صفر قانون المميز، وتعوض الأي والبي والسي، وتحل هذه المعادلة بطريقتين، أما بطريقة الفرق بين مربعين أو بطريقة الجذر التربيعي، وراح تستخرج قيمتين للكي. نعم استاذ، أحسنت وبارك الله بك، عاش إيدك استاذ سماح. وأسئلة الطلبة أسئلة أيضاً مختارة. أحسنت. عندنا الطالب حيدر من بغداد. نعم. يسأل على نظام معادلتين آنيا باستخدام الحذف. أي نعم، فأنت محضر له السؤال السادس فرع بي. نعم، سؤال عن الحذف، السؤال السادس فرع بي. هذا نعم هواي طلبوا طريقة الحذف. نعم، والتعويض وهو من المواضيع أيضا هذا السؤال أعزائنا طلبة أيضا مجهزين مضمون خطة، وهو جد مجموعة حل النظام في R باستخدام طريقة الحذف. هذا النظام هو عبارة عن معادلتين، كل معادلة بيها من متغيرين كله يسمى نظام، يحل أما بطريقة الحذف، أما بطريقة التعويض، وأما بطريقة البيانية. يعني هو نفس السؤال الواحد ينحل بثلاث طرق وكلهم نفس مجموعة الحل. أستاذ سماحنا ملاحظة، قد تحدد طريقة الحل مثل هسه؟ نعم، يا ريت شوي تعلقنا على هالموضوع. نعم، إذا حدد طلب بطريقة الحذف. نعم. يعني ملزم أني أحلها بطريقة الحذف، ما يصير أحلها بغير طريقة. أما إذا ما حدد الطريقة فأني مخير أجاوب بأي طريقة من الطرق الثلاث. أكو سؤال بالاختبار الفصل استاذ عبد الله، حلها أما بطريقة الحذف أو التعويض. تعويض. نعم. أنت هنا مخير بس على ذول الثنين، أما بطريقة البيانية أو بطريقة الحذف، أيضا مخير فقط بذولة اثنين، أنت مقيد بالسؤال فقط. نعم أحسن. هنا قال بالحذف، أنا مجبر أحلها بطريقة الحذف. المعادلة الأولى نكتب بلا زحمة أيضا على مثل ما تقول يبقى باسم الطالب هذا حيدر من. نعم. بغداد بلا. نعم. زحمة عليك. مو بس حيدر استاذ، إيه هواية بس من اللي طلبه. حيدر حيدر من بغداد. تدلل يا حيدر طلب السؤال عن الحذف، هذا اسمك ثبت ويا السؤال. نعم. وبعد استاذ عبد الله والله تعرف سرعه الاتصالات نوبات اللحق باسم رؤيا. رؤيا من كركوك. رؤيا حل المعادلات بمتغير وقبل، فما اعرف يعني هل انه رادت قبلها النظام رادت. قبلها رادت. اذا رؤيا من كركوك ايضا نسجل رؤيا من كركوك. نعم رؤيا من كركوك ايضا طلبت سؤال، قالت أريد بالحذف وأريد سؤال آخر عن التعويض عن هذا السؤال. خلي أقرأ المعادلتين. المعادلتين هما 3X ناقصا 4Y يساوي 12، معادلة رقم 1، 5X زائدا 2Y يساوي 6، معادلة رقم 2. عزيز الطالب يجب أن تكون المعادلات مرقمة، أخاف ما مرقمة بالسلسلة الوزارية، أنت عليك ترقم معادلة رقم 1 معادلة رقم 2 وترتبها، يعني تجعل المتغير X جوا المتغير X، المتغير Y جوا المتغير Y، اللي يساوي جوا اللي يساوي، النواتج جوا النواتج، وتكتب زين استاذ من هي معادلة 1 من هي معادلة 2 إذا ما محدد بكيفك، أي وحدة 1 أو 2 ماكو أي إشكال. بطريقة الحذف نبحث عن متغير معاملاته متشابهة، مو شرط الإشارات، الإشارات مختلفة متشابهة ماكو إشكال، المهم الرقم، الرقم يكون نفس الرقم. هنا الإكس 3 بالمعادلة الأولى و5 بالمعادلة الثانية، الواي 4 بالمعادلة الأولى و2 بالمعادلة الثانية. أستاذ لا الإكس معاملاته متشابهة ولا المتغير واي معاملاتهم متشابهة،
شلون بهاي الحاله احنا نسويها متشابهه، احنا نسويها متساويه، لان هاي معادله اللي حق اضرب الطرفين، اللي حق اقسم الطرفين. فاني مو مشكله صعبه هاي، انا راح اجعلهم متساويين، اضرب برقم. زين استاذ، نوحد الاكس لو نوحد الواي. شوف شنو هو السهل بالسؤال، الاسهل بهذا السؤال هو ان اوحد الواي، لان هذه أربعة وهذه اثنين، راح اضرب معادله رقم اثنين في اثنين حتى تصير أربعة. زين استاذ، ليش ما وحدنا معادله رقم المتغير اكس؟ المتغير اكس بي 3 وبي 5، لازم اضرب المعادلتين حتى يصيرون 15. اروح للاسهل، الاسهل اضرب معادله رقم المتغير واي، اضرب معادله رقم اثنين باثنين. زين خلينا نشوف هذا، لاحظ عايز الطالب، ضربنا معادله رقم اثنين في اثنين، حتى هاي الاثنين شو تصير؟ أربعة. الاشاره مو مشكله، الاشاره لها طريقه ثانيه، من نضرب في اثنين كل الحدود نضربها في اثنين، كل الحدود نضربها في اثنين. هنا استاذ سماح ايضا ملاحظه، نعم. خطا شائع لدى الطلبه. شوف استاذ سماح، نبهكم انه تضرب كل الحدود للمعادله اللي تضربها. الطالب يضرب الحد الاول ويضرب الثاني وينسى الطرف الايمن، نعم، ويوقع بهذا الخطا ويطلع يقول انا حليت صحيح، فنتجاوز هذا الشيء. يضرب الطرفين، نعم، بهذا العدد. لاحظ، نعم. 2 في 5 اكس 10 اكس، 2 في 2 واي 4 واي، لاحظ 2 في سالب 6 سالب 12، ضربنا الطرفين في 2. الغرض من هاي عملية الضرب هو وحدت المتغير واي، وهو جعلته 4 ب 4. إذا أصبح سؤال جديد. آية من أربيل. نعم، اتصال. آية من أربيل، أهلا يا آية. نعم، أهلا بك. تفضلي آية، شنو سؤالك؟ موضوعي مثل الموضوع الجدسة، حدد بيانيا. بيانيا؟ اي نعم. وبعد؟ شكرا، بس هذا السؤال. شكرا لاتصالك يا آية، طلبت سؤال حل النظام بيانيا. هذا هو عن موضوع ايضا حل النظام ولكن بطريقة الحذف. الآن أعزائنا الطلبة، صار عندي كأنما سؤال جديد، صار كأنما عندي سؤال جديد، ماكو أي إشكال. هنا 4 واي وهنا 4 واي، نجعل إشارات، ألاحظ إشاراتهم، إن كانت إشاراتهم متشابهة نجري عملية طرح هنا، وإن كانت الإشارات مختلفة نجري عملية الجمع. لماذا؟ لكي يحذف هذا الحدين، لذلك سميت بطريقة الحذف. من اسمها، بسبب وجود الحذف سميت بطريقة الحذف، وبسبب وجود التعويض سميت بطريقة التعويض، وبسبب الرسم البياني سميت بالطريقة البيانية. إذن لاحظ هنا سالب 4 واي وهنا موجب 4 واي، حتى يحذف هذا الحدين، لاحظ كيف محذوف، نجري عملية الجمع. أكرر هذه المعلومة، لو كانت الإشارات مختلفة بالجمع مثل هذا السؤال، ولو كانت الإشارات متشابهة سالب سالب أو موجب موجب، نجري عملية الطرح. ماذا نجمع عزيزي الطالب؟ نجمع المتغير X مع المتغير X، المتغير الذي ساويناه نضع عليه خط الحذف، يحذف هذين المتغيرين، 3X زائدا 10X 13X، هذا الطرف تم حذفه، هذه المساواة، 12 زائد سالب 12 حاصل جمع عدد مع نظيره يساوي صفر، وهذا يساوي صفر. لإيجاد قيمة X أقسم الطرفين على 13 بشكل مباشر، 13X تقسيم 13 يتبقى فقط X، صفر تقسيم 13 ويساوي لي صفر. هذا هو قيمة X الأولى، قيمة اكس الاولى، لان هي مجموعه الحل عباره عن زوج مرتب، المسقط الاول قيمه اكس والمسقط الثاني هو قيمه واي. نعم، نعوض في معادله رقم 2، باي معادله تعوض قيمه اكس وتطلع معادله رقم 2؟ هذه راح اعوضها معادله. سمح بس ناخذ اتصال بلا زحمه. نعم. اتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا محمد. شلونك أستاذ؟ الله يخليك، الحمد لله. سؤال بالحل المعادلات بالترتيب، حل المعادلات شنو؟ وياك محمد. بالمربع الكامل، حل المعادلات بالمربع الكامل. إي.
وحل المعادلات بالقانون الكم وحل المعادلات الكسرية. نعم حلينا على المعادلات الكسرية يا محمد. صار تدل نعم بس بس مثال حتى مثال صغير صار ما عاد يلا مشكور لان هذا الدرس ايضا راح يعاد ان شاء الله على القناة ايضا. نعم شكرا اتصالك يا محمد تدل. نعم سابق اي استاذ سماح بارك الله بك. بالنسبة لمحمد مربع الكامل والقانون هذا تابع المراجعة على التلفزيون مرة بنكمل بث راح ينعاد فاحنا محضرين كل المسائل لكن الوقت والاتصالات مالتكم هي اللي سمحت بهالوقت. متبقين جزء قليل راح نحل هذا السؤال ونعرج على مفهوم خطة حل المسألة. نعم سعد الله نكمل هذا السؤال. نعوض X في أي معادلة أما في معادلة رقم واحد أو في معادلة رقم اثنين راح أعوضها في معادلة رقم اثنين. زين استاذ معادلة رقم اثنين هي هنا تغيرت صارت بهذا الشكل لو نعوضها بهاي الاثنين اللي بالسؤال الأصلي هو اثنيناتن يصير بس بالأسهل أعوضها بالأصلية حتى الأرقام قليلة صغيرة أعوضها بالأصلية أرقام أصغر ماكو أي إشكال. نعوض لاحظ الخمسة في X X صفر لاحظ خمسة في صفر زائدا اثنين Y هاي زائد اثنين Y يساوي سالب ستة يساوي سالب ستة. أحل هذه المعادلة حسب المراحل السابقة اللي أخذناها ونطلع قيمة الواي خمسة في صفر صفر واثنين واي يساوي لي سالب ستة أقسم الطرفين على اثنين راح يكون قيمة الواي سالب ستة تقسيم اثنين ويساوي لي سالب ثلاثة هي قيمة الواي. هذه هي قيمة الواي مجموعة الحل أعزائنا الطلبة وهو عبارة عن زوج مرتب داخل قوس مجموعة S يساوي قيمة X قبل قيمة Y. المسقط الأول دائما هو قيمة X. بعض الأحيان تستخرج قيمة Y في البداية لا تعوضها في المسقط الأول كلا في مكانه. المسقط الأول هو محجوز لقيمة X والمسقط الثاني هو محجوز لقيمة Y سواء كانت X هي استخرجت في البداية أو في النهاية. إذا مجموعة X هي صفر هي صفر بسالب ثلاثة. للتأكد من الحل عزيزي الطالب تعوض الصفر والسالب ثلاثة بالمعادلتين راح ينتج لديك الطرف 12. نعم. ثلاثة في صفر صفر سالب أربعة في سالب ثلاثة موجب 12 إذن جوابي صحيح. ونفس الشيء بالمعادلة الثانية أم أيضا راح يطلع الجواب سالب ستة. نعم سا عبد الله. نعم هاي الخيار إلك خطة حل المسألة. نعم طلبوا هواي خطة حل المسألة. أستاذ سماح محضر لنا أغلب الخطط المطلوبة إن شاء الله فراح نختار واحدة إذا سمح لنا الوقت إن شاء الله. هذا طريقة حل المسألة أعزائنا الطلبة. لا ده ترجع خطة حل المسألة. نعم نعم أعزائنا الطلبة هذا هو سؤال عن خطة حل المسألة. هذا طلبها يوسف من أربيل. يوسف؟ نعم من أربيل. خلي أكتب اسمه يوسف يبقى ذكرى بهذا السؤال. طلب يوسف من أربيل طلب عن خطة حل المسألة. حل المسائل الآتية حل المسائل التالية باستراتيجية كتابة المعادلة. إذن هو محدد الطريقة باستراتيجية كتابة المعادلة أو خطة حل المسألة أو الخطوات الأربعة. نعم اتصال آخر كرار من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا كرار. فضل بس أدي سؤال على تبسيط المقادير الجبرية. شبيه نعم. السؤال الثامن صفحة يا صفحة. سؤال الثامن صفحة 56. صفحة 56 صار. نعم استاذ. إذا بقالنا وقت إن شاء الله يا كرار راح نحل سؤال عن المقادير الجبرية وإحنا أيضا حلينا بعض الأسئلة عن تبسيط المقادير الجبرية بس هذا السؤال عندك يا كرار. نعم إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا كرار. نعم أعزائنا الطلبة هذه خطة حل المسألة راح أحل سؤال الأول. سؤال الأول يقول سؤال الأول نافورة زرعت منطقة مربعة الشكل طول ضلعها 4 متر بالورد وسط حديقة فندق مربعة الشكل فكانت مساحة
المنطقة المتبقية من الحديقة المحيطة هي 84 ما طول ضلع الحديقة. طبعا هذا من الفصل الثالث، خطة حل المسألة بس الفصل الثالث هي اللي داخله، اما خطة حل المسألة في الفصل الاول غير داخله وفي الفصل الثاني غير داخله. راح اوضحها لكم اعزائي الطلبة. هذه هي منطقة زرعت بالورد، منطقة مربعة الشكل زرعت بالورد طول ضلعها 4. هذه المنطقة هي داخل حديقة، داخل حديقة أيضا مربعة الشكل. المنطقة المتبقية من الحديقة بدون منطقة الورد أعطاني مساحتها، يقول ما طول ضلع الحديقة. إذن بهذه الحالة مساحة الحديقة بالكامل هي مساحة المنطقة المزروعة بالورد زائدا المنطقة المحيطة بها، فراح يكون بهذا الشكل. احنا قبل ان نحل هذا السؤال، شنو خطة حل المسألة وفق استراتيجية كتابة المعادلة؟ هي 4 خطوات، احفظها عزيزي الطالب، وهي اولا هي افهم، والثانية خطط، والثالثة حل، والرابعة تحقق. 4 كلمات مهمة ومرتبة بالترتيب عزيزي الطالب. أول كلمة افهم، أول خطوة افهم، الثانية خطط، الثالثة حل، الرابعة تحقق. الافهم ماذا يتضمن؟ يتضمن مسألتين، ما المعطيات الموجودة في السؤال؟ خلي نشوفها. هذا أعزائنا الطلبة، هذه فقرة افهم، هذه فقرة افهم عزيزي الطالب. لاحظ ماذا تتضمن فقرة افهم؟ تتضمن مسألتين، المسألة الأولى وهي ما المعطيات الموجودة في المسألة. المعطيات زرعت منطقة مربعة الشكل طول ضلعها 4 بالورد وسط حديقة فندق مربعة الشكل، ومساحة المنطقة المتبقية من الحديقة المحيطة بها 84. أي معلومة منطيني إياها مهمة؟ السؤال اللي وراه يعد تمثال عن أسد بابل، وهو تمثال يعرف لنا التمثال. هذا ما أذكره من ضمن المعطيات، أذكر بس المسائل اللي أحتاجها اللي بيها مقاسات، فهذه من ضمن المعطيات. بعد ماذا تتضمن فقرة افهم؟ تتضمن ما المطلوب من المسألة، شنو الرايد من عندي بالمسألة؟ رايد طول ضلع الحديقة، يعني هاي مسألتين موجودة في السؤال، المعطيات وما المطلوب. إذن أول فقرة حسب الاستراتيجية هي فقرة افهم. ماذا تتكون؟ تتكون من مسألتين، المسألة الأولى المعطيات، أكتب شو أي معلومة موجودة في السؤال أكتبها، ما المطلوب، ما المعطيات في المسألة. والفقرة الثانية ما المطلوب، أيضا راح ألقيها بالسؤال، شنو المطلوب؟ الأبعاد، الطول، العرض حسب السؤال. هنا يطلب طول ضلع الحديقة، هذا ما طول ضلع الحديقة. الاستراتيجية الثانية من 4 وهي خطط، يعني أنت ايش راح تسوي وفق هذه المعطيات. طبعا أستاذ عبد الله هو أي طالب يعني أوتوماتيكيا أي سؤال يحله نعم. وفق استراتيجيات الأربعة نعم، بس بدون ذكرها بشكل تفصيلي. أكيد ما أخذ من وقتك نعم. طالب العزيز أي سؤال تحله أنت أو المدرس أو إحنا هسه أي سؤال حلينا هو ترى وفق هذين الاستراتيجيات أو الخطوات بدون ذكرها أو المرور عليها، هذا السؤال راح يوضح لك التفصيل. نعم شكرا أستاذ عبد الله. عفوا لك. هذا السؤال لازم نذكر الـ4 كلمات اللي نعم. هي افهم، خطط، حل، تحقق. أفهم السؤال، ماذا أفهم؟ معطيات وما المطلوب. كيف تحل المسألة؟ خطط كيف أحل المسألة. أحل المسألة أعزائنا أطلب أكتب معادلة تمثل المسألة ثم أحلها لإيجاد طول الضلع، أيضا مسألة سهلة. الاستراتيجية الأخرى وهي حل، هذا هو الحل الطبيعي لأي سؤال. نفرض طول ضلع الحديقة يساوي لي اكس، المعادلة اللي تمثل المسألة وهي الاكس تربيع يساوي لي 4 تربيع. الحديقة أيوة طول ضلعها مربع اكس نعم. بداخلها الحديقة المربعة المزروعة بالورد اللي طول ضلعها 4 نعم. المساحة هاي المتبقية ايضا اعطاني مساحتها 84، فراح اجمع هذه المساحة ويا هذه المساحة نعم. ال 84 المتبقية هذه اللي بالورد هي طول مساحة مربعة 4
تربيع وتساوين المساحة الكلية للحديقة اللي طول ضلعها اكس اللي من عرفه. فش راح نسوي؟ نجمع هذه المساحة مع هذه المساحة يساوين الاكس تربيع. الاربعة تربيع 16 زاد 84 يساوينا 100، اكس تربيع يساوينا 100. نجذر الطرفين باستخدام خاصية الجذر التربيعي، نهمل الإشارة السالبة، إذا طول الحديقة يساوي لي 10. الخاصية الأخيرة أعزائنا الطلبة وهو التحقق. أتحقق طول الضلع 10، وين أعوضه؟ بالمعادلة. طول الضلع 10 أعوضه بهاي المعادلة، هاي العشرة تربيع ويساوي لي 100. هذه هي الخطوات الأربعة. وإذا ما طلب الخطوات الاستراتيجية خطة حل المسألة فأنت تحلها بشكل طبيعي بدون هذه الخطوات. نعم، هذا ما يسمح به الوقت أعزائنا الطلبة. إن شاء الله إحنا ما جاوبنا على كل الأسئلة، بس كل الأسئلة هي إحنا شارحينها بمراجعات سابقة ودا تنبث، صار يومين من البارحة واليوم على التلفزيون. على كل الأسئلة اللي طلبتوها كلها موجودة. إحنا نوعنا بالأسئلة بثلاث مراجعات، نوعنا بهذه الأسئلة. نعم، شكرا سيد عبد الله تواجدك ويانا ومعلوماتك القيمة، تعبناك ويانا. وشكرا لفؤاد وسجاد البصرة أو سنينة وكرار محمد بغداد آية من الديوانية ومنار من واسط لاتصالكم بنا وتواصلكم معنا، شكرا لكم جزيلا. لم يسعنا الوقت للإجابة على أسئلتكم، شكرا لكم وشكرا للأستاذ. شكرا لكم سيد عبد الله. نعم أعزائنا الطلبة، نشكر وجودكم معنا لمدة ساعتين، نشكر كل المتصلين، نشكر كل الكوادر الفنية على جهودهم الطيبة خدمة لأبنائنا الطلبة. نتمنى لكم باكر إن شاء الله النجاح والموفقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.